بيجي من بداياتي لليوم مجموعة من الأغنيات الدينية ما غنيتها في حياتي، يعني في أغاني منها كتير غنيتهم بس في الاستوديو، وهن أغاني مؤثرين فيه بشكل غير عادي، بحبهم بعشقهم. يعني عندي أغنيات دينية أنا بزعل إني ليه ما غنيهم بحفلاتي، وإذا الله أنعم علينا مثل ما الله أنعم علي وعلى كتير يعني بهالمحنة، وهو مو عيب يعني الله ينعم علينا بمحنة، بالعكس لما رب العالمين بينبهنا وبنقول له انتبهنا أحلى بكتير ما ينبهنا ونكون ما انتبهنا. فأنا واحدة من الناس اللي انتبهت إنه هاي المحنة اللي نحن عم نمر فيها بحاجة إنه نلتفت له، فبالتالي حسيت إني ظلمت كتير أغنياتي الدينية. وببداية الأزمة تبع كورونا أنا كنت لسه أخذتني الدنيا وزعلت إنه وقفت حفلاتي وما عرفت قيمة هاي القعدة وهذا الهدوء والحياة الحقيقية اللي نحن خلقنا مشانها، يلي جزء منها كتير كبير إيماننا بالله. وأنا لما بغني حتى قبل ما يعني التزم بصلاتي، وهذا يعني فخر كبير لإلي إني التزمت بصلاتي وشيء أتفاخر فيه وبحب إني أقول عنه، مشان كمان في ناس كتير تقول يعني تبدأ، لأنه هي علاقة غير عادية بتكون يعني علاقة مع النفس حتى روحانية كتير عالية. قررت أهدي الناس هالليلة أحتفل معهم، أنا مبسوطة الله منعم علي بأشياء كتير، بعكي رسائل كتير، أنا مدينة لإله فيها دائما، أنا مدينة لرب العالمين بكل النعم أنا اللي بينعم علي، والناس بالتالي إلها أفضال علي كتير بكل السنين اللي فاتت، ومن حقهم اليوم هن زحقانين وقاعدين بالبيت اطلعوا غني لهم وسليهم بس أغنيات لحبيبنا الأولاني الباقي الأول والباقي لرب العالمين. وبدي أحكي مع الناس هيك بروحانيات على قد ما أقدر.